السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس سيكون بإذن الله دراسة لبعض الأخبار المشهورة عن الصيام عموما وعن صوم رمضان خصوصا، وهذا الدرس ضمن الدورة العلمية في أحكام الصيام وحكمه التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. سائل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يمن علينا وعليهم بكل خير من خير الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ببلوغ شهر رمضان، وأن يمن علينا بالقبول والعتق من النار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وقراباتنا بمنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا فيما نأتي ونذر منه وكرمه. هذا اللقاء كما تقدم سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عرض لبعض الأخبار المشهورة التي لا تصح، وفي الأخبار الصحيحة غني عنها، وفي ضمن هذا إشارة إلى الحذر من الأخبار الباطلة والأخبار الموضوعة، فقد يقع من يريد مثل هذه الأخبار خاصة التي يجزم بوضعها، أو أن في أسانيدها من الرواة من هو كذاب، أن يقع في دائرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان يروي أخبارا لا يعلمها ولا يعلم صحتها. فلهذا على المسلم أن يتحرى فيما يقول في نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التثبت والثبات والعلم النافع وعمل الصالح منه وكرمه، آمين. من الأخبار في هذا الباب ما اشتهر من حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب، رجب يصرف ولا يصرف، فيه وجهان عند أهل العلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا اللفظ بلغنا رمضان هذا عند البزار، وهذا عند البزار، وجاء عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بهذا اللفظ، لكن قال وبارك لنا في رمضان، والحديث لا يصح لأنه من رواية زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس مالك رضي الله عنه، وزائدة هذا منكر الحديث، وكذلك أيضا زياد النميري من زياد عبد الله النميري ضعيف. وهذا الخبر كما تقدم ذكره أهل العلم وتكلموا على سنده وبينوا هذا المعنى في عدم صحة هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الخبر لا يثبت، لكن هو من حيث المعنى لا يمتنع للمسلم، بل يشرع أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه مواسم الخير، كما يشرع أن يسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمره كله وفي حياته كلها، ليس خاصا بهذه الأشهر، بل يسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في حياته كلها وفي شهوره كلها وفي سنواته كلها. المقصود يسأل الله البركة في كل شيء، بركة في أمور دينه وفي أمور دنياه، فهذا هو المشروع. وإلا فإن السلف رحمة الله عليهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم مواسم الخير، وهذا لا يمتنع أن يخص بعض مواسم الخير مما ورد فيه فضل وخصوص أن يبلغه إياه، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسأل العبد
ربه سبحانه وتعالى ذلك، فيسأله البركة في عمره، أن يكون ممن طال عمره وحسن عمله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، حديث صحيح. فهذا الخبر لما اشتد ضعفه كان الاستدلال بغيره أولى، لأن من شروط الخبر الذي يستدل به وإن ورد في معناه أخبار ألا يكون ضعفه شديدا. من الأخبار في هذا الباب الخبر المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم. وهذا خبر مشهور، وذكره بعض أهل العلم. وينبغي أن يعلم أنه هناك أخبار يجزم بأنها موضوعة، هناك أخبار تحتمل هذا الشيء لكن فيه ما يغني عنها. هذا الخبر: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، جاء فيه ألفاظ فيها غرابة، فجاء فيه تقسيم هذا الشهر، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وهذا التقسيم فيه نظر، وإلا فشهر رمضان، كله في بهذه الأوصاف. وكذلك العتق من النيران، جاء عدة أخبار في هذا الباب، وهي أخبار بمجموعها جيدة، وبعضها سنده جيد، وبعضها على شرط الصحيح في العتق، من أن العتق من النار في جميعها الشهر في كل ليلة، فهو شهر يجمع هذه الأوصاف كلها. فهذا مما يستغرب في هذا الشهر. كذلك أيضا جاء فيه أن من أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن تقرب بخصلة من خصال الخير فكأنما أدى أو أدى نافلة فيه كأنما أدى فريضة فيما سواه. والحصر في هذا قد يكون موضع نظر، لأن هذا الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه. وأنا أشرت إلى فيما في هذا الخبر من جهة المعنى، وإن كان يمكن أن يوجه ولا يعني يحصل فيه معارضة، لكن ما دام أن سنده ضعيف فإن هذا يرد، مثل هذا الإيراد في متنه. والخبر من فالخبر رواه ابن خزيمة وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان رضي الله عنه. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، حجازي ضعيف، وسعيد رحمه الله لم يلق سلمان، فله علتان، فالحديث ضعيف. وبعض أهل العلم تسمح في الاستدلال به وذكروه في كتبهم التي ألفت في هذا الشهر وفي فضائله. الحديث الثالث: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وهذا الخبر رواه أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي مثنى الإمام المشهور الحافظ الكبير رحمه الله من طريق جرير بن أيوب. وجرير بن أيوب هذا متروك، بل بعض أهل العلم وصمه بالوضع، مثل أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله وكيع وجماعة من أهل العلم، ومنهم من قال كما وهو في معنى اللفظة المتقدمة أنه متروك الحديث، وهذه مأخوذة من كلام أبي زرعة وكلام البخاري، فإنهم قالوا إن جريرا هذا جرير بن أيوب منكر الحديث. وهذا الخبر دلالته على فضل رمضان من جهة التمني، تمني الأمة لما ورد فيه من الفضائل عنه عليه الصلاة والسلام، لكن من هذا الطريق وخاصة أنه اتهم هذا الراوي فمثل هذا الخبر لا يذكر.
لا يذكر. ثم أيضا قد يرد عليه تمني السنة كلها رمضان في مثل هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. فلو ثبت فالمعنى أنهم يتمنون لما رأوا فيه من الفضل، وإلا فلا شك وكل مؤمن يؤمن ويسلم ويؤمن بهذا أن الحكمة والرحمة في كون شهر رمضان شهرا واحدا، شهرا واحدا. والله سبحانه وتعالى يعلم من عباده ضعفهم، وأنه لو فرض عليهم صيام يزيد على هذا على سبيل الفضل إنها كان ربما لكان شاقا، ولهذا صوم الدهر مكروه أو محرم عند أهل العلم. ثم أيضا مواصلة الصوم يضعف الإنسان عن أمور أخرى، فهو إن كان يحصل له ما يرى من الفضل في رمضان على هذا الوجه من التمني، لكن يضعفه عن أمور من أعمال الخير والفضائل التي قد تكون أفضل، التي قد تكون أفضل من جهة أنها قد تتعين وقد تكون واجبة، ومعلوم رتب المصالح في الشريعة، وأن الشيء المفضول قد يكون فاضلا وهكذا. فالمقصود أن الخبر من هذا الطريق لا يصح لما تقدم من كلام أهل العلم في هذا الراوي. أيضا أشير إلى خبر آخر وإن لم يكن في رمضان، لكنه من الأخبار المشتهرة في هذا الشهر، في شهر شعبان، في هذا الشهر، الحديث المشهورة في أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان، إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء معناه أيضا من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه. فالخبر له روايات، لكن طرق هذا الخبر ضعيفة، وبعضها ضعيف جدا، ضعيف جدا. ولهذا جزم كثير من أهل العلم بعدم صحة هذا الخبر، صحة هذا الخبر، وخاصة الرواية التي جاءت عند ابن ماجه من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها زيادة أنه قال عليه الصلاة والسلام: فصوموا يومها وقوموا ليلها. هذه الرواية ضعيفة جدا، بل بعض العلم حكم بأنه موضوع بهذا اللفظ، لأنه من رواية أبي بكر ابن أبي سبرة، أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن، وهو ابن أبي سبرة، وهو ابن أبي سبرة، وهذا متهم. فبعض العلم قوى هذا الخبر مجموع الطرق، لكن هذه اللفظة التي فيها فقوموا ليلها وصوموا نهارها هذه لا تثبت، هذه رواية منكرة، منكرة من جهة تخصيصها، تخصيص هذه الليلة النصف بالقيام، وتخصيص يومها بالصيام، وتخصيص يوم أو ليلة لعبادة خاصة، هذه عبادة مشروعة ولا بد من دليل خاص. وإن كان الصيام مشروع على جهة الإطلاق والقيام مشروع على جهة الإطلاق هذا لا إشكال فيه، لكن كونك تخص ليلة أو يوما هذه شريعة، والشرائع لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا دليل. فلو أن إنسان كان يقوم من عادته أن يقوم كل ليلة، هذا على عادته ويقوم ليلة نصف شعبان ويقوم غيرها، لكن يخص هذه الليلة أو يخص هذا اليوم، هذا هو الذي ينكر ولا يجوز له العمل به على هذه الرواية المنكرة. لكن لو وافق هذا اليوم يوم صيامه
ففي هذه الحالة لا بأس بذلك، بل هو أمر مشروع. أما نفس الحديث حديث النزول فجاء كما تقدم من تلك الطرق، والأظهر والله أعلم كما جزم جمع من الحفاظ أنه لا تصح الأخبار في النزول ليلة النصف. ولهذا روى عن أحد الأئمة الحافظ الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة عقيدة السنة عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له أو سأله عن نزوله سبحانه وتعالى، عن نزول الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، قال يا ضعيف. فقال عبد الله بن مبارك يا ضعيف، ليلة النصف من شعبان؟ إن الله ينزل كل ليلة، نزول الله سبحانه وتعالى متواتر ثابت في الأخبار، وأجمع عليه أهل العلم على نزوله نزولا يليق بجلاله حين يمضي أو إذا مضى ثلث الليل، هو أن الله يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل آخر ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر؟ فنزوله كل ليلة سبحانه وتعالى، ولهذا لا خصوص لهذه الليلة في النزول. فالأظهر هو عدم ثبوت الأخبار بهذا، وهذا مما يبين أن أهل العلم ينقدون الأخبار بالنظر من جهة المعنى، كما تقدم في قول عبد الله بن مبارك رحمه الله. الحديث الرابع أو الخامس أنه عليه أنه ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت البارحة عجبا، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجالا من أمته، قال فرأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما جاء حوضا من أحواض يوم القيامة، يعني رأى أنه هذا، بل هذه رؤيا منام، كلما رأى رجلا من أمته أنه كلما جاء حوضا منع وطرد، فجاءه صومه فأرواه. هذا الخبر خبر طويل، هذا الخبر من رواية عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه، وهذا الخبر وقع فيه خلاف، والخبر فيه سبع عشرة خصلة، أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت رجلا من أمتي، ورأيت رجلا حتى عد 17 رجلا، وذكر منهم هذا الرجل، وفيه أنه رأى رجلا يعني مما يعذب، فجاءه صلاته، وآخر جاءه صومه، وآخر جاءه حجه، وآخر جاءه الوضوء، والآخر جاءه غسله من الجنابة، فذكر هذه الخصال عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن هذا الخبر، وهذا الخبر خبر ضعيف، وهو عند الطبراني رواه بأسانيد ضعيفة، من ضمنها إسنادان أو بإسنادين ضعيفين عند الطبراني ورواه غيره. لكن قال ابن القيم رحمه الله، أو أشار ابن القيم رحمه الله كتاب الروح إلى هذا الخبر وإلى تقويته، وأشار أيضا في الوابل الصيب إليه رحمه الله، وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعظم هذا الحديث، ويقول بلغني عنه عن شيخ الإسلام أنه يقول شواهد الصحة عليه، فالله أعلم. لكن الذي يجري على قواعد أهل العلم في هذا الباب هو أنهم ينظرون في الخبر من جهة إسناده، وإذا كان الإسناد كما تقدم من طرق ضعيفة ولا يعضد بعضها بعضا، فالأصل أنه يكون ضعيفا،
لكن ما دل عليه من المعنى، ما دل عليه من اللفظ، فإن معناه ثابت من جهة فضل الصوم، وأن كما في الحديث الصحيح كما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، أي فل هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي بالصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي بالصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي بالجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي بالصوم. وجاء أن الريان أيضا كذلك، يعني هذا من جزاء الصائمين، جزاء الصائمين، وهو مناسب في الري لهم، هذا من جهة المعنى. لكن الخبر من جهة الإسناد فيه هذه العلل من جهة ضعف أسانيده. الحديث السادس أنه أو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أن الصائمين ينفح من أفواههم ريح المسك، ويوضع لهم مائدة تحت العرش، ويأكلون منها والناس في شدة، والناس في شدة. وهذا الخبر أيضا مما ورد ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع له، والخبر فيه علل، ومنها أنه عن رجل أو شيخ من أهل البصرة عن أنس، عن أنس، فالخبر أيضا ضعيف. وهذا مثل ما تقدم أن هذا الباب فيه من الأخبار ما يغني عن هذه الأخبار الصحيحة في كتب السنة في فضل الصوم والصائمين. ولو لم يأتي في فضل الصوم إلا الحديث القدسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي يد فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا لا شك يدل على عظيم أجر الصوم والصائمين. ولهذا قال: كل عن آدم له، جاء في الله أهل البخاري: يضاعف له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، جاء الأخرى إلى أضعاف كثيرة. إذا كانت هذه مضاعفة على هذا القدر العظيم مضاعفة، والصوم يقول الله عز وجل إنه له سبحانه وتعالى وهو يجزي به، وذلك أن الصوم سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه. سيأتي حديث إن شاء الله يشير إلى هذا المعنى، ينبه عليه، وأنه ليس في الصوم رياء ولا يصح، لكن إشارة إلى هذا المعنى. وذلك أن صورة الصائم وغير الصائم والشبعان صورة واحدة في الظاهر، وذلك أن الصوم هو نية، نية الصائم في ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يعلم الصائم أنه صائم إلا بأن يخبر عن نفسه، لا يعلم بذلك. أما سائر الأعمال فإن لها صورة، صورة، فهذه أعمال الجوارح. فلما أشبه الإيمان، أشبه عقد النية الذي هو أصل صحة الإسلام والإيمان، كان هذا العمل من أعمال الجوارح بالانقطاع عن هذه المفطرات، لكنه بنية كان له هذا الفضل العظيم. فهذا لا شك يجعل العبد يحسن الظن ويقبل على صومه إقبالا عظيما بإخلاص وصدق ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. الحديث السابع ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إلى الحول، أن يعني تهيأ من الحول إلى الحول، فتقول الحور العين: اجعل يا رب اجعل لنا في هذا الشهر المبارك أزواجا، أزواجا
هذا الخبر رواه الطبراني الكبير وفي الأوسط، وهو من رواية الوليد ابن الوليد القلانسي، وهذا الخبر رواه عن محمد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمر ابن دينار عن ابن عمر. وهذا الخبر لا يصح، بل جزم بعض العلماء بأنه في حكم الموضوع، وأن المتهم به هو الوليد بن الوليد القلانسي، الوليد بن الوليد القلانسي. فهذا الخبر من الأخبار التي لا تصح ولا يستشهد بها لما فيه من العلة الشديدة، وهذا مما يبين أنه ينبغي لمن يذكر مثل هذه الأخبار أن يتثبت فيها، أن يتثبت فيها. والخبر الضعيف شروطه معلومة عند أهل العلم، عند الجمهور، وإلا بعض أهل العلم لا يستدلون بالخبر الضعيف مطلقا، وإن كان هنالك أخبار تتجاذبها الأقوال، بعضهم يضعفه وبعضهم يقويه، هذا لا شك أربع، لكن الخبر الذي يكون ضعيفا عند الجميع، وإن كان في الغالب الذي يتفق على أنه ضعيف عند الجميع، في الغالب أنه يكون من الأخبار المتروكة التي في سندها متروك. أما الأخبار المحتملة فهذه قد يحسن هذا الخبر، إما لجهة تقوية هذا الراوي، أو من جهة أن هذا الخبر وهذا الطريق له متابع مثلا، أو له شاهد آخر بسند ضعيف، ومثل هذا الخبر لا يتوفر فيه هذا الشرط، فلهذا لا يستدل به. وكما تقدم فإن في الأخبار الصحيحة غنية للمكلف عن الأخبار الضعيفة. ثم هذا في باب الأجر وما أعده الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس إلى العبد، إليه سبحانه وتعالى. أما العبد فالذي إليه هو اجتهاده وهمته في الأعمال الصالحة، وإن كان هو يزداد قوة ونشاطا حين يعلم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال، لكن عليه أن يتثبت وأن ينظر فيما يستدل وفيما يورد من الأخبار. الحديث الثامن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نوم الصائم عبادة وتسبيحه وسكوته، نوم الصائم عبادة وسكوته تسبيح ودعاؤه مستجاب. في هذه المثال نومه عبادة وسكوته تسبيح ودعاؤه مستجاب، ودعاؤه مستجاب. هذا الخبر رواه البيهقي في شعب الإيمان، وفي إسناده متهم وهو سليمان بن عمرو النخعي، بل قال بعض العلم إنه كذاب. وإذا كان من هذا الطريق فإنه لا يستدل مثل هذا الطريق ولا يجوز استدلال به، وإن كان هذا الخبر بعض ألفاظه مثل ما تقدم، أو أن مثل هذا الكلام الذي يقع في بعض الأخبار الصحيحة، كثير من هذه الأخبار تأتي يكون كلاما حسنا، لكن لا يجوز ذكر الكلام الحسن منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل التثبت منه. ولو قال إنسان هذا كلام حسن، نقول ولو كان كلاما حسنا، فلا يجوز أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا كلاما حسنا، وليس كل حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس قال يعني لم يقله لفظا ونصا، وإن كان كل كلام حسن وكل كلام يدل على الخير قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ودل عليه معنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من طريق قريب الجنة إلا وقد دللتكم عليه. والهداية والخير والنور كله في هذه الشريعة، إما نصا وإما معنى. فهذا هو الواجب في هذا. ثم أيضا الصائم مأمور بالجد والنشاط
وقد يقول قائل إن هذا الخبر مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا دخل الشهر كما حديث جد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام، صحيح وشد المئزر لكن عن النشاط، والجد جاء في رواية الترمذي أنه يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. وقد يوجه لو ثبت، فإنه يوجه أو وقع في كلام بعض السلف هذا الكلام، يوجه بأنه إذا كان مثلا مع جده واجتهاده فإنه لابد أن يرتاح بنومه، ولا شك أن راحته قوة، أن راحته قوة له في عبادته حين يستيقظ، كما أنه يؤمر أن يأكل وجبة السحور وأن يأكل وجبة الفطور. فوجبة السحر مما تعين على الصيام، وكذلك وجبة فطره فإنه يرد له قوته بعد صومه، ثم يعينه بعد ذلك على أعمال الخير من قيام وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. والنوم للمسلم حين ينام فإن نومه مما يعينه على أمور الخير، ولهذا قد يكون الإنسان في جميع أحواله على عبادة. إذا نام، إذا أوى الإنسان إلى فراشه نام على ذكر وهو ينوي أن يقوم ما تيسر من الليل، ينوي الخير، فإنه ينام على عبادة ويستيقظ على عبادة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث أبي لعلها أبي ذر وهما عند النسائي، حديث عائشة وكذلك عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. كتب الله له ما نوى، يعني ما نوى من قيام الليل، وكان نومه صدقة. لماذا؟ لأن من مات على شيء بعث عليه، والنوم نوع موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. فمن خرج من بيته فإنه على خير إذا نوى الخير، كما روى أحمد بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا خرج تحت راية شيطان أو تحت راية ملك، فإن خرج لما يحب الله كان تحت راية ملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله كان تحت راية شيطان حتى يرجع. فالشاهد أن من خرج على أمر من أمور الخير من بيته فإنه على خير، سواء كان ذلك في أمور دينه أو دنياه. يخرج الإنسان يطلب الحلال يعف نفسه ويعف أهله، ويخرج لصلاته ويخرج لزيارات إخوانه ينوي الخير، كما قال علي أحمد رحمه الله في سؤال سئل إياه وقال ما معناه انوي الخير، يعني أنه يعني معنى الكلام أنه كيف تكون حاله حتى يجار، قال ينوي تكون لك نية، أو قال تكون لك نية، تكون لك نية انوي الخير. من كان له نية فإن أحواله تكون على نيته ما دام أصل نيته لله سبحانه وتعالى. هذا مثله ما دام أنه خرج على هذه النية فهو تحت راية ملك، تحت راية ملك. وأيضا ويحضر في هذا الحديث آخر أيضا عند ابن حبان حديث ابن عمر، وسناده أظنه من ولاية الحسن من ذكوان وهو لا بأس به وإن تكل ما فيه رحمه الله، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه طاهرا بات في شعاره ملك، لم ينقلب في فراشه، وقال يا ابنة يسر
إلا قال الملك اللهم اغفر له. الله أكبر. بات في شعار. الشعار ما هو؟ الشعار هو الثوب الذي يلي الشعر. يعني الإنسان قد يلبس مثلا قميص تحت القميص مثلا فنيلة مثلا، أو يلبس قميص في نومه ليس تحته شيء، فيبيت في شعاره، يعني في ثوبه الذي بينه وبين جسده، يكون بين ثوبه وبين جسده، يعني يلي الشعر. بات في شعاره ملك. لماذا؟ بات طاهرا، بات طاهرا. فهو في هذه الحال الملك يدعو له وينقلب وهو نائم، ومع ذلك صحيفة حسنات تعمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله منه وكرمه، آمين. فالصائم وغير الصائم حين يستعين على بنومه على أمور الخير فإنه في عبادة، إنه تكون حركاته وسكناته وأموره كلها. فحين يكون الإنسان مثلا يعمل بالسنن التي تعرض له في ملبسه وفي مطعمه وفي مشربه وفي دخوله وفي خروجه، يعمل بها المكلف مثلا، وهي سنن ليست واجبة، لكن قد لا يستحضر حال أدائها نيتها استحضارا حقيقيا، لكن أصل نيته هو ابتدأها لله. مثل من يلبس النعل باليمنى، يبتدئ باليمنى ويخلع اليسرى، ويدخل المسجد باليمنى ويخرج منه باليسرى، ويدخل البيت برجل اليمنى ويخرج برجل اليسرى، لكن هذه أمور تكثر، ومع ذلك الإنسان قد لا يستحضر هذه النية حقيقة، حال دخوله المسجد، حال دخوله البيت، حال خروجه من المسجد، حال خروجه من البيت، لبس الثياب حين يبدأ باليمين مثلا، وهكذا حين يخلع يبدأ بالشمال، وهكذا الملابس الأخرى من سراويل وغير ذلك، هو يكتب له أجره بنيته الأولى. وجاء في حديث يروى في هذا الباب وهو ضعف معه، أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث قال فيه عن بني سليم: إذا كان أصل عملهم أو أصل نيتهم لله، أصل نيتهم، فالأصل أصل في هذا الباب، لكن هذا الخبر كما تقدم من هذا الطريق لا يصح، والأدلة العامة تدل على مثل هذا التفصيل أو هذا التفصيل فيما يتعلق بالنوم للصائم ولغير الصائم. وقد يكون الصائم مثلا من جهة اجتهاده من جهة وعمله أنه يكون في حقه نومه أبلغ من هذا الباب لاحتياجه إليه واستعانته بالنوم على قيامه نشيطا لعبادته في اليوم الثاني أو في الليلة الثانية. الحديث التاسع هو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر، فقد أدرك ليلة القدر. هذا الحديث رواه ابن خزيمة رحمه الله، رواه ابن خزيمة طريق رجل قال عقبة ابن أبي الحسناء، هذا رواه عن أبي هريرة. وهذا الخبر من طريق عقبة ابن أبي الحسناء هذا مجهول، هو مجهول، والخبر وإن كان ضعيفا هو ضعيف، إن يغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. هذا الخبر يدل على أن من صلى العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله، كأنما قام الليل كله. ورواية الترمذي توضح هذا أيضا، رواية الترمذي توضح رواية مسلم، يبين أنها أن صلاة العشاء والفجر يحصل بهما قيام ليلة، قيام ليلة. وهذا حديث مطلق في جميع الليالي، مطلق في جميع الليالي.
أو عام فيها، يعني عام في جميع الليالي يعني، وقد يكون مطلقا وجه عام وجه، هذا يحتاج نظر وتأمل الله أعلم. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في هذا، ولا شك أن رمضان دخوله فيه ظاهر إن لم يكن أظهر وأبلغ في الدخول. ونص أهل العلم على أن ليلة أن صلاة العشاء في جماعة يحصل في هذا الفضل، يحصل في هذا الفضل في إدراك ما قاله عليه الصلاة والسلام، وأنه يحصل له بذلك إدراك ليلة القدر. لكن مع ذلك سنة عليه الصلاة والسلام وهديه هو مثل ما جاء في الأخبار الأخرى، من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. بل قال بعض العلم أنه قال أنه لا يحصل هذا إلا بقيامها، واختلف في قدر القيام والله أعلم. لكن ظاهر الخبر أنه يحصل له مطلق الفضل والإدراك، والإدراك إنما جاءت الأخبار في هذه الأخبار وهي كلها في الصحيحين، من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في زيادة جيدة عند أحمد بن طريقين، أحدهما يعني بعض الطرق حسن من حديث عبادة ومن حديث هريرة وما تأخر، وبعضها ضعف زيادة وما تأخر ضعفها، لكن هذا محتمل في قوتها، لكن بالنظر إلى أسانيدها فإنها لا بأس بها، لا بأس بها. ففي هذا إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون من قام ليلة القدر واجتهد في قيامها كمن اقتصر على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإن كان فضل الله سبحانه وتعالى واسع بإدراك هذا الفضل كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. لا على هذا الحديث الذي سبق الإشارة إليه لما فيه من الضعف، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله سكت عن هذا الخبر، وقد يلزمه بعضهم بأنه يعني اشترط الصحة، وأنه حين يتوقف يقول إن صح الخبر أو قال إن في النفس من فلان شيء نحو ذلك، كما ذكر ذلك في بعض الروايات التي جاءت في رمضان وفي غيره في بعض الأخبار، فإنه يريدها على سبيل التردد وعلى سبيل الشك في ثبوتها رحمه الله. قال: والحديث العاشر فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: كان إذا دخلت العشر اجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا، جعل العشاء سحورا. وهذا الخبر رواه ابن أبي عاصم عن عائشة، وجاء أيضا هذا الخبر عند الطبراني في الأوسط، لكن لم يذكر فيه الاغتسال، لم يذكر فيه الاغتسال المذكور في الرواية التي قبلها، وهو أيضا الخبر من طريق حفص بن واقد البصري، وقال ابن عدي له أحاديث منكرة، له أحاديث منكرة. الخبر فيه بعض الألفاظ ورد معناها في الصحيحين، لكن استنكر قوله اغتسل بين أذنين وجعل العشاء سحورا، وهديه عليه الصلاة والسلام هو الحث على الفطر وتناول الفطر ويفطر الصائم، ووجبة السحر، وجبته للفطر وجبته للسحر، دلت السنة على ذلك. وكذلك أيضا لم يحفظ ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر في الغسل، وإن كان الاغتسال بين اغتسال من الأمر المطلوب، لكن على هذا الوجه وأنه يغتسل بين هذين كل هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
الأظهر في مثل هذا أن الغسل يشرع عند وجود سبب، لأنه إما أن يكون الغسل غسلا مشروعا اللي ورد في بعض الأحوال مثل غسل يوم الجمعة، فالأغسال التي ورد فيها النص دليل مشروعية ومشروعية مطلقة، مشروعية مطلقة حتى ولو كان بده نظيفا. وأما إذا لم يرد دليل خاص فيكون مشروعية الاغتسال من جهة الطلب النظافة وأن يكون بدنه طيبا وما جاء في النصوص في الحث على ذلك. فالمسلم والمسلمة ينبغي له أن يكون في عبادته وخاصة في المواطن التي يجتمع إليها يكون بدنه طيب ورائحته طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشامن من بسط فلا يؤذنا وليدش في بيته ولا يقربن مساجدنا، وهذا أمر معلوم، لكن الشأن في كونه ثابت نصا عنه عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه. كذلك أيضا قوله أنه اجتنب النساء الثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه قالت شد مئزره عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في شد مئزره، جاء في بعض جاء عند أحمد واعتزل أهله، والسند عند أحمد ضعيف من طريق أبي معشر وهو ضعيف، فالحديث يعني في ذكر الاعتزال في ذكر، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فيكون اعتزال نسائه أمر معلوم من جهة اعتكافه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي جاء في وشد المجهر محتمل، لأن هذا يطلق على الجد والاجتهاد في باب العبادة وهذا هو الأبلغ، لأنه حين يكون شد المئزر وإن كان هذا قد يعلم من جهتي أنه معتكف أنه يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام، لكن هذه اللفظة عمومها أبلغ، وهو الجد والاجتهاد في أمره كله في باب العمل والاستعداد والاجتهاد في هذه العشر. ورد أخبار عدة في هذا الباب فيما يتعلق باجتهاده وعمله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة. الحديث الحادي عشر تقدم الإشارة إليه قبل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس في الصوم رياء هذا الحديث ذكره بعض العلماء وأوردوه على الحديث المتقدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وذكروا هذا الخبر، وهذا الخبر أخرجه البيهقي رحمه الله من طريق عقيل عن ابن شهاب مرسلا، والخبر لا يصح لكنه جاء جوابا من الأجوبة التي ذكرها العلماء منهم الحافظ نحو عشرة أجوبة، وفي عن قوله عن سبب كون رمضان كما في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. من أقوى الأجوبة واختاره جمع من أهل العلم هو معنى ما دل عليه هذا الخبر وأنهم قالوا إن السر والله أعلم في هذا، إن السر أن الصوم سر هذا هو السر في هذا، فالصوم سر بين العبد وبين ربه مثل ما يعني يكون من إيمانه، ولهذا لما أشبه أصل الدين وهو الإيمان الذي في قلبه كان بهذه الدرجة،
وبهذه المرتبة. ولهذا قال فإنه كل عمل ابن آدم يعني مضاعف كما يقول الخوم يضاعف، وأن الله سبحانه وتعالى أطلع عباده على ذلك، إلا الصوم فإنه لم يطلع عليه أحدا سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي، فإنه لي وأنا يقول سبحانه فإنه لي وأنا أجزي به. في هذا الحديث قال فإنه لي وأنا أجزي به. وقالوا إنه لا رياء فيه، الإنسان يكون صائم يكون مصليا صائما ذاكرا، ويكون صائما ذاكرا، يكون صائما مصليا، يكون صائما قارئا للقرآن، يكون صائما متصدقا، يكون صائما حاجا مثلا، يعني في الأحوال التي يكون صومه فيه لا لا بأس في حال حج. المقصود يعني يضيء أعمال عظيمة من أعمال الخير، تعلم هذه الأعمال والصوم لا يعلم. ترى يتصدق، ترى يتصدق، أنت تقول أنت تصدق نية خالصة بالصدقة لله سبحانه وتعالى، لكن أنت رأيته يتصدق لكنه صائم فأنت لا تعلم صيامه. رأيته يصلي، أنت رأيته يصلي، قد تراه يقوم الليل مثلا، تراه مثلا وهو يقوم الليل مثلا، بيت نية الصوم، بيت نية الصوم مثلا، رأيته يصلي سنة الضحى مثلا، أنت رأيته يصلي سنة الضحى لكن وهو صائم، لكن لا تعلم أنه صائم. وهكذا، فلما كان الصوم سر بين العبد وربه، مجرد انقطاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس كان بهذه المرتبة. وهذا الجواب عول عليه كثير من أهل العلم، عول كثير من العلم. والمعنى ليس فيه رياء وأنه سر، يعني بمجرد هو بنفسه، وإلا قد يخبر العبد، يعني قد يخبر الإنسان مثلا أنه صائم، يعني أنت ربما تقدم الأكل أو الشرب الإنسان ويعتذر، وقد يخبرك تطيبا لك بأنه صائم، لكن الصوم مجرده لا يعلم، لأنه بين العبد وربه، فهو من جهة المعنى صحيح هذا الخبر، وليس فيه رياء. وهذا القول هو أظهر الأقوال التي ذكرها كثير، وأشار الحافظ رحمه الله إلى ترجيح هذا القول. من الأخبار التي لا تصح وهو مشتهر، وهو قوم ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم صومكم يوم نحركم، يوم صومكم يوم نحركم. وهذا الخبر لا يصح أسندا لأنه لا أصل له، وهو باطل. ونص الإمام أحمد على أن هذا الخبر من الأخبار التي تروج بين الناس كما يروى عنه، وهو لا يصح، وحكم بأنه باطل جميع جمع من العلم، بل هو باطل من حيث الواقع، يعني أن كون يوم الصوم اليوم الذي يبتدئ به في شهر رمضان هو يوم العيد، عيد النحر، وقع عيد النحر على خلاف ابتداء يوم الصوم كثيرا. وإن كان يتفق، قد يتفق قليلا، قد يتفق كثيرا، لكنه ليس بلازم، ليس بلازم، وهذا يكفي بطلانه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق ولا يقول إلا حقا، فهذا الخبر لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، ومن الحديث المشتهرة التي لم يعثر لها على أصل. وأختم بحديث ذكره أو من الأخبار في هذا الباب، أن الحافظ أن السيوطي ذكر في بعض كلام الله عند ابن مردويه، لعل نسيت لكن أظنه عزه ابن مردويه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم القرآن في رمضان، ختم القرآن في رمضان، ختم القرآن في رمضان يعني في الصلاة، الصلاة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يعارضه القرآن، كان يعارضه القرآن في رمضان كل ليلة، كحديث ابن عباس، وهذا جاء من حديث عائشة الصحيحين، ومن حديث
أبي هريرة أنه كان يعارضه القرآن، وعارضه في العام الذي مات فيه مرتين، وقال في حديث عائشة رضي الله عنها: ولا أراه إلا حضور أجلي، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يبين سنية أخذ العلم من هذا مشروعية ختم القرآن وكثرة قراءة القرآن ومدارسة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعن جبريل كان يدارسه القرآن، كان يدارسه القرآن مدارسة، ليست مجرد أنه يقرأ، لا، كان يدارسه. والمدارسة فيما يظهر والله أعلم أنه يحصل شيء من المسألة والبحث، وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام فيما ينزل من الله سبحانه وتعالى يبين للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المسائل الأمور وتأويل القرآن مما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال يدارسه القرآن كل ليلة. فحي بن عباس وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين، دارس جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. ومن هذا يشرع يؤخذ من هذا أن قراءة القرآن، قراءة القرآن حينما تكون بين جماعة يشرع الختم، وهذا قد يستدل به لصلاة التراويح، وأنه يشرع ختم القرآن في صلاة التراويح، وأن هذا مما يطلب ومما يحسن. أما نفس ختم القرآن وقراءة القرآن فهذا يرجع إلى جد الإنسان واجتهاده. والذي ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقل ما ثبت في الأخبار أنه 3 ليالي، والذي أرشد إليه 7 ليالي، لكن هذا من حيث الإطلاق. وهل العلم قالوا في رمضان يشرع الإكثار من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن هذا. وذكر ابن رجب شيئا من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمرو بن أبي داود: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. لكن ذكر ابن رجب عن أحمد وإسحاق رحمة الله عليهم أنه في هذه المواسم لا بأس أن يكون في أقل من هذه الليالي، فالله أعلم في هذا. وإلا فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أمر ابن عبد الله بن عمرو لما قال اختمه في شهر ثم قال في 7. وجاء في حديث أوس بن أوس عند أبي داود أنه قال: سألت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، قالوا: في 3 وفي 5 وفي 7 وفي 9 وفي 11 وفي 13 وحزب مفصل وحده، حزب مفصل وحده. وأنهم يجعلونه يحزبونه ويجعلونه على هذه الأقسام 7 بهذه السور. هذا من حيث الإطلاق والعموم، وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة وذكر هذا ابن رجب كما تقدم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى عموم المسلمين بكل خير من خير الدنيا والآخرة، وأن يمن علينا بإدراك هذا الشهر وإدراك رمضانات عديدة وأعوام مديدة في عز للإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته منه وكرمه، وأن يتقبل منا وأن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.